وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به. رواه أحمد. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين أهل السنة والجماعة على الإيمان بها. والرؤيا ثلاثة أقسام، واحدة منهن حق لا بد من وقوعها، والاثنتان إما من الشيطان وإما أضغاث أحلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاثة، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. رواه مسلم. فالرؤيا الصالحة تسر المؤمن ولا تغره، وهي جزء من النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وهي من المؤشرات الباقية بعد النبوة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. رواه أحمد. والرؤيا الصادقة جزء من النبوة، والنبوة وحي، والكاذب في نومه كاذب على الله أنه أراه ما لم يره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفرى الفرى أي أكذب الكذب أن يري عينيه ما لم ترى. رواه البخاري. ويؤمر يوم القيامة بما لا قدرة له عليه مبالغة في التعذيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. رواه البخاري. والرؤيا وإن اختصت بأهل الصلاة غالبا فقد تقع لغيرهم، فقد عبر يوسف عليه السلام رؤيا صاحبي السجن فوقعت، وعبر رؤيا الملك الكافر 7 بقرات فكانت حقا. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك. وقال ابن حزم رحمه الله: وقد تصدق رؤيا الكافر ولا تكون حينئذ جزءا من النبوة ولا من المبشرات، ولكن إنذارا له ولغيره ووعظا. ورؤيا النهار حق كرؤيا الليل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، فقال عندها من البيضولة في النهار، فرأى رؤيا فقصها عليها. متفق عليه. ومن رأى رؤيا يحبها استحب له أن يحمد الله عليها، وأن يستبشر بها، وأن يحدث بها من يحب. أما الحاسد والكائد فلا يحدثهما بما رأى. قال يعقوب عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ومن رأى ما يكره يسن أن يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، ويبصق عن يساره 3، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه، ولا يحدث بها أحدا، وليقم فليصلي. قال النووي رحمه الله: وإن اقتصر على بعضها أجزاءه في دفع ضررها بإذن الله تعالى كما صرحت به الأحاديث. وتأويل الرؤيا من علوم الأنبياء وأهل الإيمان، وهو علم عزيز يجمع بين الموهبة والاكتساب، ونعمة يمن الله بها على من يشاء. قال تعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام: ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والتعبير فتوى لا يجوز لأحد الخوض فيها بغير علم. قال يوسف عليه السلام للفتيات:
الخمر الذي فيه تستسقيان؟ فقال الملك: أفتوني في رؤياي. فقال الفتى ليوسف عليه السلام: أفتنا في سبع بقرات. وهو مبني على القياس والتمثيل واعتبار المعقول بالمحسوس. قال ابن القيم رحمه الله: أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبير لمن أحسن الاستدلال بها. وكذلك من فهم القرآن فإنه يعبر به الرؤيا أحسن تعبير. وأصول التعبير الصحيحة إنما أخذت من مشكات القرآن. ومن رغب في تعبير رؤياه فلا يعبرها إلا عند عالم بالتأويل. فليس كل من تصدر يحسن أن يعبر، ولا من اقتصر على كتب الرؤيا معبر. فلها حال مع الأشخاص والزمان والمكان. قيل لمالك رحمه الله: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبي النبوة العبد. ومن وهبه الله حسن التأويل فليلزم تقوى الله، وليبتعد عن الرياء وحب الشهرة، وليسأل ربه العون والسداد، وليحذر العجب فإنه سابق للنعم، وليحمد الله على هذه النعمة. قال يوسف عليه السلام شاكرا لنعمة الله: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. والمفتي والمعبر والطبيب يطلعون من أسرار الناس وعوراتهم ما لا يطلع عليه غيرهم. فعليهم استعمال الستر فيما لا يحسن إظهاره. والرؤيا الصادقة واقعة لا محالة، سواء